ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هتكلم في رابع فيديو ليا على القناه بتاعتي ايبوكسي وورلد عن موضوع الالوان الكحوليه الشفافه. حضرتك انت بتشتري الالوان الكحوليه الازازه بتعمل 15 جنيه او 20 على حسب المنطقه اللي حضرتك بتشتري منها. احنا النهارده هنتعلم ازاي نعمل الالوان الكحوليه في البيت بطريقه سهله جدا ومبسطه. الفكرة دي يا جماعة مش فكرتي، هي فكرة أستاذ إسماعيل، وأكون شاكر جدا ليه إن هو نقل الفكرة ديت وحبينا إن احنا نستفاد بيها. شكرا بجد لأستاذ إسماعيل إن هو سنح لينا إن احنا نتكلم في الموضوع ده وأهميته وسهولته. أول حاجة كده يا جماعة احنا بنشتريها هي الكحول تركيزه 95%، بيبقى عامل شبه المية بالظبط. ده يا جماعة تاني مرة بكرر، تركيزه 95%. حضرتك ممكن تروح تشتريه من اي صيدليه هيديك 70%، ده ما ينفعش. طيب تجيب الكحول ده منين؟ انا جبته من اي حد بتاع تركيب العطور. اللي في ايدي ديت عامله لتر، اللتر ممكن يعمل له 15 جنيه. انا شاري لتر ب 15 جنيه، لتاني مره تركيزه 95%، تمام. فانت ممكن تشتري لتر، نص لتر، على حسب احتياجك وعلى حسب اللي انت هتعمله. تاني حاجه احنا بنشتريها هي علبه الالوان الفلوماستر اللي بيبقى فيها 12 لون. علبة الألوان فيها 12 لون مختلفين عن بعض، كذلك دلوقتي قدامي في اللون الأزرق، يبقى فيها 12 لون يا جماعة مختلفين عن بعض. العلبة عاملة 10 جنيه. تالت حاجة بتبقى موجودة معايا هي العلب الفاضية اللي انت هتحط فيها الكحول والألوان. يعني مثلا ديت علب فاضية كانت موجودة عندي في البيت، ممكن تستخدمها أو تستخدم علب القطرة اللي بتبقى برضو موجودة في البيت، أو ممكن تشتريها من أي حتة. احنا دلوقتي حاليا هنستخدم العلب ديت في التركيز وهنجرب. يلا بينا نبدا يا جماعه، هتكون اول تجربه في الالوان الكحوليه. وانا هنا اشتريت حقنه من الصيدليه ومعايا الكحول بتاعي اللي هو تركيزه 95%. حضرتك ممكن تشتري حقنه كبيره حقنه صغيره على حسب ما انت تشتريها. الحقنه اللي هتبقى معايا دلوقتي هي حقنه صغيره، السن بتاعها صغير. طبعا انا في عملت تجربه قبل ما اجرب الفيديو كان في اللون الاورنج، وانا شلت السن بعد ما ركبته في الحقنه. انا كده دلوقتي معايا حقنه ومعايا الصافه ومعايا العلبه والالوان والكحول اللي تركيزه 95%. انا في الفيديوهات اللي فاتت كنت بتكلم بصيغه عاديه جدا، انما الفيديو ده انا هسرع الفيديو عشان الوقت ما يبقاش طويل عليك. لتاني مره يا جماعه انا بكرر التجربه ديت، انا اول مره اعملها، انما هي مش فكرتي، هي فكره استاذ اسماعيل، وانا استاذنته ان انا اعمل التجربه ديت عشان الكل يستفاد منها. وهنا انا بجرب ازاي نعمل الوان كحوليه بالوان الفلوماستر. انا مثلا كنت عامل تجربه في الاول اللي هي الاورنج قدام حضرتك، الازازه فيها اورنج. طيب هنعمل دلوقتي اللون الاحمر. انا جبت ازازه وجبت خلعت القلم وخدت الانبوبه اللي جوه، وهنبدا ازاي نشوف هنعمل ايه عشان يطلع لنا اللون كحولي شفاف. احنا يا جماعه بناخد الحقنه وبنسحب من الكحول اللي في الازازه وبنحط الانبوبه اللي فيها اللون في على طرف الازازه كده او جوه، وبنحط الكحول من الحقنه في الفتحه اللي موجوده فوق، وبينزل معانا اللون بالطريقه اللي باينه قدام حضرتك. وهتتوالى بقى، يعني انت كل شويه هتسحب شويه كحول من الازازه وهتحطه بالحقنه في الانبوبه اللي معاك لحد ما الانبوبه في الاخر تنزل كل الالوان اللي فيها. الفكره دي يا جماعه بكرر انها مش فكرتي، هي فكره استاذ اسماعيل، وانا جربتها وطلعت كويسه معايا جدا، وانت حضرتك هتشوف النتيجه في اخر الفيديو، لان انا عملت تجربه ريزن في الاخر عشان اشوف تاثير الالوان. لاحظ معايا كده ان انا بتوالى، اللي هو بسحب كل شويه وبفضي اللون. مع الوقت هتلاقي ان نص الازازه اتملت او ثلاث ارباعها، وانت اساسا ما حطيتش الا شويه صغيرين، يعني ما حطيتش الا شويه كحول صغيرين. درجه الالوان يا جماعه طلعت كويسه معايا جدا، لكن كفكره هي فكره جميله بصراحه وموفره. بدل ما حضرتك هتشتري اللون ب 15 جنيه، لا، انت هيشتريت كحول ب 15 جنيه لوحده وعلبه الالوان ب 10 جنيه، يبقى انت كده معاك وفرت فلوس كتير في تجربه سهله جدا وبسيطه وممكن كمان تعملها في البيت. انا هنا يا جماعه سرعت الفيديو عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل وما تزهقش من طول الفيديو، لكن الفكره هي موحده، ان حضرتك بتجيب الحقنه وبتسحب شويه كحول من الازازه، وبعد كده بنحط الحقنه على فتحه الانبوبه بتاعه اللون الفيلوماستر، فبينزل معانا اللون واحده واحده
لحد ما في الاخر هتلاقي ان اللون كله نزل، وهتلاقي الانبوبه بتاعت اللون الفلوماستر بقت لونها ابيض شبه القطنه بالظبط. انا في الفيديوهات اللي قبل كده يا جماعه كنت منزل حوالي 4 فيديوهات. اول فيديو كان بيتكلم عن السلسله المضيئه الاورنج، تاني فيديو كان بيتكلم عن الالوان والخامات، تالت فيديو كان بيتكلم عن الادوات للمبتدئين لشغل الريزن حاليا. انا في الفيديوهات قبل كده كنت بتكلم بطريقه نظريه، لكن انا حاليا بعمل الفيديو ده بطريقه عمليه، فيمكن تصوير الفيديوهات العمليه بيبقى اصعب كتير من النظري. انا يا جماعه وانا بصور الفيديو ده انا سرحت الفيديو، وكان في افكار كتير بالنسبه لي ان انا مثلا ممكن احط موسيقى، ممكن احط صور، لكن كفكره تسريع الفيديو انا حبيت ابقى فويس اوفر ليك وانت بتشاهد، كاضافه لمعلومات اضافيه ممكن تستفاد بيها. فمثلا لو حضرتك محتاج اي سؤال بخصوص الريزن هتلاقي الاكونت بتاعي بتاع الفيسبوك في الديسكريبشن تحت، هتلاقي رقم الواتس بتاعي في الديسكريبشن تحت، هتلاقي البيج بتاعت الفيس وبيج الانستا موجودين في الديسكريبشن برضو تحت. كمان حضرتك ممكن تلاقي الفيديوهات اللي قبل كده اللي انا نزلتها موجوده في الديسكريبشن تحت بلينكات الفيديوهات بتاعتها، هتلاقي حاجات للمبتدئين اللي لسه داخلين مجال الريزنج جديد. فكره الالوان يا جماعه هي موفره والله، لكن انت مش حابب فكره الالوان اللي انا عملتها ممكن تشتري حضرتك الوان كحوليه من اي حد عن طريق اونلاين، لكن انا كتجربه انا اول مره اعمل التجربه ديت، لدرجة ان انا في اخر الفيديو عملت تجربة فعلية بالريزن عشان اعرف طريقة الالوان ماشية ازاي، هل هي معتمة، هل هي شفافة، هل هي فعلا كويسة وتستاهل ان انا اعمل لها فيديو. لكن في الاخر احنا هنشوف النتيجة مع بعض، واتمنى ان رأي حضراتكم يكون في الكومنتات، واعرف من حضراتكم هل التجربة مفيدة ولا لا. انا حضراتكم بعد ما نزلت الفيديوهات اللي فاتت ناس كتير دخلت تكلمني وتسألني على حاجات كانوا عايزين ليها تجارب عمليه. فمثلا التجارب بتاعت قوالب الريزن اللي هي قوالب السيليكون بصراحه هي مش عندي، لان انا الشغل بتاعي صب حر، واللي يعرف الصب الحر هو مش محتاج قوالب سيليكون. فبالنسبه لي الصب الحر هو ان انا بصب وبعمل قالب بنفسي، وبتيجي مرحله الصنفره اللي انا ان شاء الله هعمل فيديو ليها فيما بعد. مرحله الصنفره يا جماعه بتبقى للصب الحر فقط. طبعا حضرتك بتبقى عايز معلومات كتيره وعايز حاجات كتيره تعرفها عن الريزن، درجة الألوان، الصنفرة، البوليش، الملمع، كل حاجة هتبقى في فيديوهات جاية. في معلومة صغيرة حابب أوصلها للفنانين والفنانات بتوع الريزن، إن الريزن ملوش سقف طموحات، يعني حضرتك ممكن تبدع في حاجة محدش عملها قبل كده. فكرة التقليد يا جماعة هي اللي بتخسر المنتج بتاعك وهي اللي بتخلي ملوش قيمة، فأنت كل ما تبدع في حاجة هتبقى أحسن بكتير من أي حد. لكن التقليد كفكرة أنا بشوف ناس كتير بتقلد، يعني مثلا زي موج البحر، يمكن معظم الفنانين والفنانات بيعملوا موج البحر اللي انا اساسا لسه لحد دلوقتي ما عملتوش، ومش الفكره نفسها مش مجديه بالنسبه لي ان انا اعملها. ليه؟ لان دي حاجه مقلده، فانت تبعد عن الحاجات التقليديه اللي الناس كلها بتقلدها وتبدع. يعني مثلا زي استاذ اسماعيل اللي انا خدت منه فكره الالوان الكحوليه، ده مبدع في مجاله، يمكن هو قامه من القامات الموجوده في مجال الريزن في محافظه الاسكندريه. فحضرتك لو حابب تبدع وتثبت نفسك في مجال الريزن هتلاقي طرق كتير، بلاش تقلد يا جماعه. اتمنى من حضراتكم انكم تعملوا كومنتات تقولوا لي رايكم في فكره الفيديو عموما، وهل صوتي كفويس اوفر كان مناسب ليك ولا احط لك موسيقى. طيب انا هنا يا جماعه خلاص خلصت كل الالوان بتاعتي اللي هي معايا، انا معايا 12 لون، انا عملت 10 الوان فقط عشان الازايز ما كفتش معايا. اتمنى ان انت تكون شفت الالوان بعينك وشفت التجربه ماشيه ازاي، وحاليا احنا هنبدا بقى نعمل تجربه عمليه. بس انا مش هشتغل في قوالب، انا هشتغل في الصب الحر. فاللي موجود في مجال الريزن بقاله كتير هيعرف يعني ايه صب حر، لكن اللي ما يعرفش يعني ايه صب حر فتابع معايا بعد كده الفيديوهات الجايه، هشتغل الصب الحر قدامك. وانا اسف ان انا سرحت الفيديو في الصب الحر عشان وقت الفيديو، لكن القطعه اللي هتظهر قدامك او اللي انا هعمله مر بمراحل كتيره ما كانش ينفع تتصور في الفيديو ده، لكن في فيديوهات جايه ان شاء الله هجيب لك التجربه من اول من البدايه للنهايه بكل خطوة بكل تفصيلة، وهبان قدامك انا عملت ايه عشان اطلع القطعة اللي انت هتشوفها في نهاية الفيديو ده. انا هنا خلاص يا جماعة جبت المادة بتاعتي والميزان والكوباية والمعلقة اللي هقلب بيها عشان ابدأ التجربة وتشوفها قدام عينك بالظبط. لاحظ معايا تأثير القطعة وهي مصبوبة وهي بعد الصب، ولما تنشف ولما تخلص انت هتلاقي حاجة مختلفة. يمكن التجربة معايا كانت مفيدة وجميلة بالنسبة لي، اتمنى ان انت تجربها عشان توفر فلوسك وتشوف حاجة مجدية بالنسبة لك ان انت ممكن تعملها في البيت، يعني مش شرط ان انت تطلب من بيت، مش شرط ان انت تروح مكان تشتري، في حاجات كتير ممكن تعملها برضو بايدك. انا عارف ان انا هيجيلي اسئلة كتير على الفيديو دوت في ازاي انا عملت القالب ده، ازاي انا صبيت ده، ازاي انا عملت كل ده.
يا جماعة ان شاء الله في الفيديوهات الجاية انا هشرح كل ده، يعني انت ما تسبقش الاحداث. يعني القطعة اللي انا عاملها ديت اسمها اكريليك، الاكريليك ده انا بصب عليه بخشب وبشمع، في حاجات كتير جدا زي البلاستيك. اهم حاجة احنا بنتكلم دلوقتي عن الالوان، الالوان الكحولية اللي انت ممكن تعملها من الالوان الفليماستر. لاحظ معايا تأثير الالوان، هتلاقي حاجة قدامك جميلة جدا. انا في الفيديو ده مش بقيم القطعة اللي انا عملتها، انا بقيم اللون اللي انا عملته. يعني انا هنا بوريك تأثير الالوان، لكن كفكرة شغل او تعمل الريزن ازاي او تعمل قطعة ازاي ده في الفيديوهات الجاية، انما حاليا انا بوريك تأثير اللون. انا هنا مثلا استخدمت اللون الازرق الغامق او البنفسج تقريبا، واللون الاصفر واللون الاحمر، لكن كان في الوان قدامي كتير بس انا كنت محتار لدرجة ان الالوان كانت معايا كلها جميلة جدا وما كنتش عارف اختار اني لون. لو حضرتك مكمل معايا لنهاية الفيديو وما قفلتش الفيديو وما مليتش من البداية، هوريك شكل القطعة اللي طلعت معايا واللي انا صبتها وعملتها بالالوان الكحولية اللي انا عملتها بالالوان الفلوماستر والكحول التركيز و95%. طبعا يا جماعة انا في نهاية الفيديو هعرض صور فقط، مش هعرض فيديو، لان انا ما صورتش الجزء المتبقي من صنفرة السلسلة وتلميحها وتركيبها وكل حاجة، لكن في الفيديوهات الجاية زي ما قلت لك هوريك كل الخطوات ديت واحدة واحدة. لاحظ معايا تأثير الالوان، يعني الاصفر الاحمر البنفسج هكذا، فالالوان كانت جميلة. انا دلوقتي يا جماعة هعرض لك الصور من البداية للنهاية، وللأسف ما كانش فيه فيديو اعرضه كمان لصنفرة او تلميع او كومباوند او الكلام ده كله، لكن ديت الصور اللي كانت ظاهرة قدامي، وهبين لك مراحل تطوير القطعة لحد ما توصل للنهاية. ومن الصدفة البحتة الجميلة اللي انا حبيتها في الموضوع الالوان، ان يشاء القدر ان اللوجو بتاع القناة بتاعتي يطلع هو نفس القطعة اللي انا عملتها. وبكده يا جماعة خلاص انتهينا من فيديو الألوان الكحولية، أتمنى تكون التجربة مفيدة بالنسبة لكم ومجدية، ومستني آرائكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.